وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من عاصمة ميادين السباق لتتواصل الانطلاقات في هذا الصباح، ومع سن الإجذاع سن المتعة والإبداع في هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس عشر للقعدان الإجذاع المحليات الأصايل، وشوط أيضا خاص بالإنتاج والمنتجين. أتقدم مع بداية هذا الشوط مع أول المراكز وأول التحديات، أتابع قاصد من يتقدم في هذه اللحظات، سالم بن خليفة بن سالم الخيلي يقدم لنا شعاره مع أول المراكز. المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من شايم مبارك بن عويض بن سهيل الخيلي المنطلق مع المركز الثاني مقدما لنا شايم في هذه اللحظات. المركز الثالث الحضور، من يحضر في هذه اللحظات ويأتي بكل قوة ما يخاف، بخيت بن سالم بن محمد باللوتية العامري، من يأتي مع المركز الثالث. المركز الرابع واصل في هذه اللحظات وقادم مشاهدينا الكرام، القدوم من الشميمي، القادم محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي مع رابع التحديات. المركز الخامس الحضور الوصول مع خامس التحديات في هذه اللحظات، ياتي شاهين سالم بن علي بن الاكتبي القادم في هذه اللحظات، ينطلق بكل قوة مع خامس التحديات. المركز السادس الحضور من شاهين احمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي، الطلق في هذه اللحظات ليقدم لنا ايضا انطلاقة شاهين. المركز السابع الحضور والوصول والتحدي الكبير في هذه اللحظات من محرض القادم راشد بن علي بن نويصر المنصوري، يقدم لنا محرض في هذه اللحظات. ثامن التحديات القدوم والحضور والتواصل الكبير من شاهين علي بن هلال بن غريب الجنيبي القادم في هذه اللحظات، ايضا ياتي بهذا القدوم بهذا الحضور المميز في هذه اللحظات شاهين عبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن الجفن القادم في هذه اللحظات، وعاشر الاسماء عاشر التحديات مع نعم القادم نعم محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي مع عاشر المراكز. هكذا النداء للعشرة الاسماء الاولى للعشرة الشعارات القادمين والباحثين عن الفوز، الباحثين عن الانتصار، الباحثين عن التحدي، العودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. من يحتل الصدارة؟ شايم 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 مع الصدارة، مبارك بن عويضة بن سهيل الخيلي المنطلق في هذه اللحظات والمندفع بكل قوة مع الصدارة. المركز الثاني ما يخاف مع بخيت بن سالم بن محمد باللوتية العامري، الله 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 على الحضور، الله على الوصول. هنا الكيلومتر الأخير وصل محرض، وصل في هذه اللحظة
لحظات راشد بن علي بن الويسر المنصوري لياتي في هذه اللحظات ويتقدم بكل قوة، يتقدم في هذه اللحظات هنا إلى مقدمة الشوط. محرض محرض وقاصد وشايم، والقادم في هذه اللحظات يصل. مشاهدينا الكرام، متابعينا الكرام، غطرس مانع بن سلطان الدرعي قادم في هذه اللحظات لتصل الأسماء الكبيرة والشعارات الواصلة. وصل مرحب، مرحبا بمرحب محسن بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري، ولكن الدرعي، الدرعي الدرعي غير على مقدمة الشوط، غير مع غطرس، غطرس على الصدارة، غطرس على المقدمة، وأيضا شايم، شايم وغطرس، 300 متر الأخيرة الخطيرة. الله على غطرس، الله على ابداعات غطرس. مانع بن سلطان الدرعي يقدم لنا غطرس، غطرس الدرعي، الدرعي الدرعي يقدم لنا غطرس في الامتار الاخيره، في الامتار الخطيره. سلام يا الدرعي، سلام على الفوز والانتصار للمركز الثاني. شاي مبارك بن عويضه بن سهيل الخيلي المركز الثالث، محرض راشد بن علي بن وسر منصور المركز الرابع. وصل متابعينا الكرام شاهين سالم بن علي الاكتبي المركز الخامس. اذا شعار بالحيري بالفعل من وصل مع المركز الرابع المركز الخامس. وصل مشاهدينا متابعينا الكرام مذهل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. اذا تهانينا والناموس لمالك غطرس على هذا الفوز. مانع بسلطان الدرعي على هذا الفوز الكبير والمميز في هذه اللحظات، لحظات الوصول والتوقيت الزمني الى خط النهايه، 6 دقائق 27 أجزاء من الثانية. المركز الثاني شايم المبارك بن عويضة بن سهيل الخيلي، من قدم لنا أيضا شعار بالتوقيت الزمني وقدره في هذه اللحظات، 6 دقائق 3 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل محرض راشد بن علي بن ويسر المنصوري، من قدم لنا شعار في هذه اللحظات التوقيت الزمني ولحظة وصول إلى خط النهاية في هذه اللحظات، 6 دقائق 4 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.